دراسة ملفات التعاقد على منصب أستاذ اللغة الإنجليزية والتربية البدنية في الطور الابتدائي عبر عدد من مديريات التربية كشفت عن ارتكاب بعض المترشحين لعدة تجاوزات تخص مصداقية الوثائق والمعلومات المصرح بها عبر منصة التوظيف، ما تسبب في رفض ملفاتهم. بخصوص مترشحين منصب أستاذ متعاقد في التربية البدنية والإنجليزية الذين رفضت ملفاتهم بسبب تقديم معلومات خاطئة، نلاحظ أن في البيان يقول أن وجدنا بعض الشهادات المسلمة لمصالح مديرية التربية غير التي صرحوا بها في حساباتهم الخاصة عبر منصة التوظيف، وهذا يعتبر تصريحا كاذبا. إذا كان هذه المعلومة حقيقية فيعتبر تزوير واستعمال المزور، والقانون يعاقب عن ذلك. التصريح بمعلومات خاطئة للترشح لمنصب وظيفي هو فعل يعاقب عليه القانون ويندرج ضمن جنحة التصريح الكاذب، وقد يتحول إلى جرم التزوير في حال تقديم وثيقة غير صحيحة. الكثير عن جهالة من أمره من المترشحين يعتقد أنه إيداع ملفات متضمنة لإقرارات أو تصريحات كاذبة لا يمكن الكشف عليها، وهذا خطأ، لأنه كل ملفات المترشحين تخضع لعملية فحص وتدقيق والاتصال بكل الجهات، وإذا ما تم اكتشاف أن إحدى هذه الوثائق أو أحد المترشحين قد أودع شهادة غير صحيحة بمعنى مزورة أو شهادة تضمنت إقرارات ووقائع غير صحيحة، فهذا يقع تحت طائلة المتابعة القضائية الجزائية. الحلم بالحصول على منصب عمل مشروع ومتاح للجميع، إلا أن تقديم معلومات خاطئة للحصول عليه سلوك قد يكلف كثيرا وتكون عواقبه وخيمة.